بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الأوقات المنهي عن النافلة فيها. ودرس ديني قاها أنا كبرني علمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قارهان كتاب فيها التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. درس قانا ودرس سدح يفصدنا مؤلفك رحمه الله تعالى وحيري الفصل فصل فصل كو الثاني اللبات في الأوقات واختيال إحضار أيوه هذي أوقات المنهي للريبي عن النافلة السنة حقيقي للريبي فيها أوقات إحضار فصل كلبات حكاها ضلايا أوقات أو قدهد للريبي السنة أوقات أو الله ريبي السنة وحويان شن وقتي بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الغروب. أوقات شن تصويان سنة الله ريبينا وسنة مطلقة والصبر وقت مدناء كو قيدنين. أما السنة وقتك كوكيدا لكن وقتك إذا أويهي يعني أن له السنة سببك كوكيدا سبب كيدان المتأخر كأويه سيدا استخارة ديوكالي كلك أوقات الشمتة وإلا أقول يهي إن لدكتو صلاة فرلك وإلا أقول يهي إن لدكتو سنوينك وصببك وصاحبك صوبك وذنا أويهي متقدم أما أويهي مقارن وحالدي دينيهي مركا سنة مطلقة يومد صوبك وصاحبك بل سصوبك إذا متأخر كأويهي شمتاس وقت مركا صوبت اللودي دي أما علد اللودي دي ونأركي دونا عن ابن عباس وحال قوري رضي الله عنهما قال وحيري عبد الله بن عباس شهد عندي أنيق أكتيدا أيا وحيكو قرين أما يكون مرقاتي كعين رجال نمن رجاشا صو مرضيون أو لقر راضيهي أو عدول أو عادلين وأرضاهم رجاشا كوذي لوغوها لأني مبذيني هي عندي أنيقا أكتيدان عمر وعمر واي نمن عدالة الصاحبة أو ورق وضا لقبان كرو ووحي أنيقا أكتيدا أيكو الشيغين أن النبي صلى الله عليه وسلم النبيقا نها نبيقا إنو ريبي عن الصلاة إنو ريبي بعد الصبح صبح بعده صلاة الصبح دي أدوكتو صنع الباب كيدو كاحرين وصنع مطلقة مدو كان كرتد أما صنع ذات صور وصور كيدو متأخر ويهي مدو كان كرتد لكن هدادان صلاة الصبح ولي آذان دوكانين كاما حرنو الباب كاس بالفعل بيكو حرام نغاني صنع حتى تشرق الشمس قرح ذا إلائي كسو افتينتو وبعد العصر عصر بعد جين رسولك ونهيي حتى تغرب شمس إلى كنعه بعد صلاة العصر نساس وكله وأنا أقفك صلاة عصر دكتيوا صلاة عصر هذا دكتور صنع الباب كذا وكحرين لكن هذا أنا عصر ولد دكانين وأسكت دكان كرتا نوع والبؤ صنوين ككمدا رباه حديثك الخمسة شمت أيام السيد حديثك مرك وقت المامي بعد صلاة الصبح إيه بعد صلاة العصر لبدا وقت أي حديث كانت الماما سجود مكي الله في ريو
عن ابن عمر وحال جواري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي غوخيري لا تحروا هؤلاء قصدينوا بصلاتكم سلادينا بلوع الشمس قرح ذات على الشريد هؤلاء قصدنا ولا غروبها شمس ذات عدة لنا هؤلاء قصدنا وصمد الدكان الإنسان ومغلقة هكو أديننا قرح ذا مركي سورد لنا إيا مركي نعيس علاقه مركي محيطة فإنها شمس تضلع شمس ويدلنيسا بقرني الشيطان شيطان لبدي سجيس قبدي قدلنيسا بمعنى بين قرني شيطان وكلب شيطان لبدي سجيس لحدي قصو دلنيسا شيطان لبدي سجيس لحدي قرحة قصو دلني محالك ورمي معاني إذا الغوف السري وحاكم إذا مركي قرح هذا السور دلنا يسر الشيطان وإسكو أدينا يا قرح ذي وإسكو أدينا يا أسيقوا مركي أجيد دي سؤال تهي قال هذا أو قرح ذا عابده مركي قرح هذا السور دلنا يسر وإسجودا كل كسجودا أي قرح هذا أسجودا يا سي أي وإكات سجود أي أسيقوا أسجودا يا أسيقى أمرك إسكو آدينا ينقر حدا حقه إسكو آدينا معاني إذا لقف السلي معناها ساكمدا فإنها تضلع بقرني الشيطان وفي رواية رواية إحدى إذا وحا قصغا إذا طلع حاجب الشمس قر حدا جيسك إذا هدو صور بشر فأخروا دبديغا الصلاة الصلاة دبديغا حتى ترتفع شمس إلى أي ككر نقطر او قرح هذا مركي جيس كيدا وصوبش يعني جسك وصرية مركو وصوبح حلقة صلاة لها سنوين كدب سقدقة إلى أي قرح هذا كسو كورنقطو قدر الرمح ورن قدر كينه أي كورنقطو طيب وإذا غاب حاجب الشمس الشمس هذا كان تيدا أي مركو نعانه ومركي دعي سويانه فأخروا دبديغا الصلاة صلاة دبديغا حتى تغيب شمس إلهك دعي سوى مركا حديث كان أسيقنا وقلت الماما يا قرح على مركا يسوى لا نيسو إيا مركا يدعي سوى إني ممنوع تهي سنة مطلقة أما مدى ذات سببك وهو بل سببك إذا متأخر كأوي هاي وأتقرنا إسانه فقه كبات قصوى أركتين رواه الحديث كالشيطاني أيها وريين والنسائي والنسائي نو وريين طيب كلمة هذا وحانور لمن عند الاستباء أيضا نوينو إمان دوتا شمتا مركا أولا ليه هاي وقتي لمدو كنكرو سنة مطلقة وفقه كبات أركتين ماشا مسائشا أي عسكنتا هاي أحاديث تاويان عن عمر بن عبسة وحال جوري رضي الله عنه قال عمر وحيري قلت وحان ده يا رسول الله إله رسولك سيو أي الليل ليلك كيبا أسمع لو أجيبت بدني هيو معناها أي أوقاته أرجى للقبول وأسرع في الإجابة و هبينك أو قاديسة واختيجي قبولك الله برهج بدنيا أجيبي دينا أقولك دك بلا صعد أغفي عن هبينك إن إلهي الله بريه سبحانه وتعالى أغرهج هذا بدن إنه إلهي الدعوذة أقبله واختي والبوا صورة قال إنه إلهي وح أقبله لكن أو قادي أهدنا كرفض لبدن أي الليل أسمعه قال مركا صويري رسولك عليه الصلاة والسلام جوف الليل هبينك جوفك سواي جوفك صو الآخر وإيه دنبه واي هبينك قيبتي صدنبه عجيب واي وجسك الشناط وليلك أسداستي سكمت أحبالي جوف الليل الآخر فصلي دوكو ما شئت وحاتم تتحلق
محايل فإن الصلاة صلاة مشهودة واي مد لو صحا لرا يوان ملائك با صحا لريس ما أركيسا مكتوبة واي هدانه مد طول قرا يوان ملائك با قريس صلاة حلي قال لدكان أيوب ملائك با صحا لريس ملائك با قريس حتى تصلي الصبح إلى صلاة الصبح أتكون كدكتو ثم أقصر القابسو صلاة الصبح مركز دكتو سنة كجو وماشا نصو صعون حتى تطلع الشمس إلى إكسو دلاتو أو فترتفع الشمس دي أي ككور نقطو قيس الرمح ورن قدرك أو رمحين أما لو ورن قدرك ذي إلى إكور نقطو صوبتو فإنها الشمس تطلع ويصور دلاني بين قرني شيطان شيطان لبدي سجيس دحلي كسور دلاني معناها أصا اسكو أديناي لبدي سجيس دحض وضائي وشمس دكو أديناي ماشي كسور دلاني سو أيو مركا اسكو أديناي لبدي سجيس ها دحض وضائي مركا شمس دا أين غانيسا أصيب مركا أجيل في سؤوية هاي ددكا قال دا أي شمس دا وسجود آيا إن أي أصيقنا وسجود آيا إن أي أرنت أو إكا توقع طيب خدابي أصيقه وحولي حي علاظة سبق ماتا الله ما فهم آي شيدان لبدي سجيس إحدي كسر دلانيسا إيو وقت يدك عند الاستباء وحال به دون جهنم الله هرين آي حلقا يعني علاظة قمات الله فهم ما آي أجيتك وحويان أرن أو حقيقة ذا إله أوقرنا يوه إن لرميانا واجبا بحثي قولي إن لغتغانا واجبا أو كلي إنت أو نبيك كشيغي لغي رهلو لغي نجوه معنا ويصلي لها وحاود كنا يشمس ذا حلقا الكفار قال ذا قال ذا باقو سجود آيا أي أذيك مركا كجو سجود ذا هوا فجنين أيها سجود ذا هوا فجنين ثم صليتكم ما شئت وحدت مر هذا يقول هذا كرنا قطه فإن الصلاة صلاة داس أدوكان يسد السنة دا مشهودة وهي أيضا مثل صوحا لراي أو ملائك أي صوحا لريس مكتوبة وهي مثل قرى يوان أي ملائك قريس حتى يعدل الرمح ظله حتى يعدل الرمح ظله فاعل توقف ورنك إلى لعكاظه ذله رمحك هركي سوى ورنك مركي لتاغو هركا كبحايو ديركي سإنتو لعكيه إيا ورنك ديركي سإلهي إسكلاس النادان استبيه حلقي سوى معنا ثم أقصر قابسو عند الاستباء بالا إشارة يا. أو صلاة حقي ذي كقابسو كجوكوا فإن جهنم جهنم تسجر جهنم والله كركرنا يا حلقاو اي مركا اذيقا كتشوك حلقاو واكو والله هورنا معنا فإن جهنم جهنم تسجر والله هورنا ها اي يوقد عليها ايقادا بليغا والله هورنا هورن حلدر اي الله هورنا مركا حلقا جهنم الله هورنا يا للي هي كتشوك سنرا قياس مركي وحيكين مؤقتها إن صلاة الله عرى رحلقا لكن أرنتو مركب ما أهارن قياس ما خضابي وحويري أبو سليمان الخضابي شيطان لبدي سقيسي كسور دلاني شمسدا إيو جهنم الله هورنا أرمها النوع سوكلا أرمو علادة لون نهيي وجيتك كدن بيسلقو إدراغا يا ما أهم ساس دراد هذا وحوكسو قبل قبل فيجب الإيمان بها وترك البحث فيها بول إن سيدة الله رمي واجبة بحثنا لقد تقول طيب وتفتح أبوابها جهنم الباب ذي ذينا والله فرايا فإذا زاغت الشمس شمس ذا مركي إيلتو وسمد برطمه ذي أي كإيلتو إلى جهة الغروب أي أو إيلتو وظهر كي أو قلوا فصلي ما شئت وان واحد دون تدكوا استباه والله ضافيه فإن الصلاة صلاة مشهودة واي مثل صوحة لرايه
حتى تصلي العصر عصر إلى أكد كان يسدوا أو قادر نمو شاقا يا حديث قال ما أركيسا ثم أقصر كذبنا قابصو أو سنة ذي كقابصو عصر هداد كتو حتى تغرب الشمس قرح ذا إلى أي كنعض فإنها الشمس ذي تغرب ويدعيسا بين قرني شيطان شيطان لوذي سقيس لحذي يكون دعي ويصلي لها شمس ذا وحان السجود يحلق الكفار قال لها السجود يا أمنا. طيب أحاديثي هورا مركا كان كسي فرفران وكسي وعصصنوا رباه الحديث كالخمسة شنطة أيام ورسي إلا البخاري بخاري ما هانا حديث كوانا حديث صحيح هون. طيب ولأبي داود إيا والبيهقي وحا أصغنا كريها النبي صلى الله عليه وسلم ونعي الصلاة صلاة بونعي صلاة والسنة مطلقة أما مدى صور كمتأخر كله بس نصف النهار بون النعي ما لنتك لبركة وحلق استبهوا إلا يوم الجمعة ما هنا استثناها وحديث كان شيء غير مرة جمعة ما لنت إذا عند الاستباء والأقوليها سنة مطلقة أما مدى صور كمتأخر كله لدي دنا ما لمها كلا عند الاستباء ما لنت الجمعة ولا أقوليها استثناها سمرك كتب تفقيقين ويقرأيه وكان أمرك الدليل كان إلا يوم الجمعة ما هنا فإن جهنم جهنم تسجر واللهورنا إلا في يوم الجمعة ما هنا ما لنت الجمعة عند الاستواء جهنم الله مهوريو ساس درادد يعني ما لنت الجمعة مرة بنا عند الاستواء سنة مطلقة إن لدبت مرة بنا ولو مرك هذا حديث كان أبي داود يبيهقي سنة كيس الله في الغشة أو ليث ابن أبي سليم بسنة كوجرة وأنا نن ضعيفة إيو ننكره مجهولة أي سنة كوجرة لكن مسألة أدي لك لي بالله ذا هايبا أدي لك لي أي الله ذا هايو أو الصغن ما لنت جمعة وحالس أمري إن مساجدها القصة كله أو القصة الجمعة ذا لبض إيو جهدك إيو دذالك إيو عباداتك إيو أورادة أحاديث بضان والصغن باصدها أمري سمرك. طيب وللنسائي نسائي وحا أصغنا ذي يا بني عبد مناف غير بني عبد مناف لا تمنعوا هالريبين أحدا أحد هالريبين أحد كطاف طوافي أحد كبهذا البيت طوافي وكعبضة وصلى دكتي أحد كأية ساعة ساعتي كأه شاء أحد كأودوني من ليل حال أيها تساعد أو نهار حال أيها تساعد غير بني عبد مناف أيها هلك هيستينو نبي عليه الصلاة والسلام رير بني عبد مناف بكتير سنية رير بني هاشم رير بني مضلب رير بني عبد الشمس رير بني نوفل دمانتود رير بني عبد مناف بالسوية هذا طيب كلك أيها هلك كتلين أين وحكم أين وحوير أحد بيت كان ضوافا يهربنا دكتي هدنة ساعدوا دون هبين هنغطة أما مالن هنغطة تنو حويان حرم مكة مركي لجوجو حرم مكة مركي لجوجو مرة بنو سنة مطلقة وقت والب معناها يا استثناها سنة مركة كتب تفقيق ويقرأين دليل كذا نواكي نام إلا في حرم مكة مكة حرم كذا دحلي مان حرم مدينة كمجريا حرم مكة لواي معنا عن أبي هريرة وحال قبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحيري إذا أقيمت الصلاة صلاة هدي لا أقيمه فلا صلاة صلاة ما أهان إلا المكتوبة صلاة مكتوبة ما أهان مر هدي أو إقامة لقودي قالوا أقيمك أما إقامة وقت جادي هدو صور دبادو فلا يجوز التلبس بنافلة بيري سنو إن لقودي قالوا مبانانو عمر إلهيها كرى لنغذيه وحوها يضرب من يصلي حينئذ حل قاس قفك الدكان يقراع جري خوفا من فوات فضيلة التحرم مع الإمام عبسي وكعب صنايو حرم شد فضيلة إذا إني كتكت إمام كمعي صلى حرم إمام كمعي صلى حرم فضيلة قصوغا مؤكتاي فضيلة ساقفك كتغي سمرك أيضا أقمك أصول لبيعي
هذا سنة إسكحرته ما أركيسا أما أيضا أقيم كيلقو دي قليبا إنه وقفك السنة دي إسكحرته إمام الترمذي وحيري وعليه بعض الصحابة والتابعين صحابة التابعين تقاركود نسداس أي خوان صفيان نسداس يريئي ابن المبارك إيو الشافعي إيو أحمد إيو إسحاق غير كودا وحيري تجوز مع الكراهة سنة حلقة سواء إسكا بنانتها لكن مع الكراهة أي بنانتها واكو رباه الحديث كان الخمسة شنطة أياوريا إلا البخاري بخاري ما هاني والله إلهي أعلم أليه أقوى. الباب الثالث في شروط الصلاة الباب باب كاسو الثالث أسدحا في شروط الصلاة صلاة شروط ذي أيو باب يهي أيو أهاضيو شروط الصلاة هذا وحو جيدا شروط الوجوب أيو جيدا شروط هذا ويبطن هذا يو شروط الصحة هي شروط الوجوب اللوك لقادها مارك هذا هل كان وكاقا هذا لدونا أستيقا شروط الصحة نوكيني دوناي شروط الوجوب أي قهر مري دونا حديث كهوري هي حديث كاللبات هي حديث كالسدحات با شروط الوجوب أي كاقا هذا لايا شروط الصحة نوكا هذا لدونا أيقنا أحاديث تيدي وكيني دونا صلاة دهرت هي كو واجب يسامر كهاري وحي كو واجب يقف لغا هلي شروط لغا هلي قف محن إرهداي أو قانقار أو عاقل أو مكلف صلاة ده كو واجب يسام أريمها سو مركة المامي دونا مركة هاري طيب وحويري عن علي وحالقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحويري رفع القلم وقلم كوالك ريالي عن ثلاثة سدة حق ذا لغا كوريالي عن النائم كان وردا يحقي لغا كوريالي حتى يستيقظ نائم كإلاء كسوكعه وعن السبي سبق حقي نوى لغا كوريالي حتى يحتلم سبق إلاء كاحتلام وعن المجنون مجنون كحقي نوى لغا كوريالي حتى يعقل مجنون كإلاء عقل كبتئيه تباه الحديث كأودا أودا أياوري والنسائي نواوري والحاكم نواوري وصححة حاكم الحديث كأونا صحيح يالي وأنا صدص الحديث كواحديث صحيح وحولي يا قلم كسد حق ذا لك كوري يالي قلم كمركز سد حواي قلم كابا سد حابا قلم الثواب إيو قلم العقاب إيو قلم الضمان قلم كسد حدا سوقه بسمايا قلم الثواب ك وحوي عن قفك وحي وناك أوصى مايو إن ثواب لوغا قرو أجر لوغا قرو سبق عدو وناك سمايو وناك والله قرع ما أركيسا وحوي عن قلم الثواب ك لغا مر فعنين قلم الضمان لغا مر فعنين قلم الضمان مثلا هدي لبعض أوجست السبيعة هدو واحد ديلو ديو والسكربا هدو هانتي بابيئو هانتي داس والسكربا والله ضمانا يا عدي سكله هدو والله ضمانا يا وحيالها متلفات كالله مانكي تا كمرد عيش قلم الضمان هي قلم الثواب لا وضب ويشرا وحلا جرف عيو هذا لا تلماما يا قلم العقاب معناها الذنب اللي جم قرا يو قلم العقاب ها سد حالك كوريال كو وير النائم كوا لغا كوريال الى او كسوكعو نين وردايو ادو كو هادلو واحد ذنبي ادو سمايه واحد ذنبي لو عقاب ماي لكن هدي مثلا او سوغلان غشو او علم ير او كو غلان غشو علمها او ديلو مثلا diyada waasta hadduu hanti uu sida ku baabiyay asagoo urdaayo lamaankeeri waa laga qalamo lamaan ma aha waxa laga koray macnaheeya tayib sabiga asagana sida soo kale ilaa uu ka qaan gaaro qalamo ciqaab baa laga koray laakiin markuu mumayis yahay salaadaha uu dukanayay iyo wanaagyada uu sameenayo iyo hadduu xajiyo iyo ma arkaysa sababta waa loo qorayaa
قلم الثواب معها وحل لقى كريالة ذنوب تؤسمينا يوم معاصية كدعي كريسو وحيالها سوائل وحل لقى كريالة مجنون كعسينا سدى الصوحة وحل ذنبي الله قري معي وقلم العقاب كيبا لقى كريالة لكن قلم اللمان من والان هدو وحدلو هدو هنتبا بيه لمان قولي والسكر معنا يا حيالها لمان قولي والسكر طيب واتو السيغة مركة قلم العقاب إيه قلم الثواب بقمت درير صنايا مجنون قلم اللمان لقو درير صنايا السيغة ساسوا يا معنا عن ابن عمر وحال قبري رضي الله عنه ما قال وحويري مت كان هدو أن كعبرني قلم العقاب وحكى لك عبرة قلم التكليف نوى لك عبرة قلم التكليف وامد هذا التقرير كعبرة قلم العقاب قلم التكليف اسكم دوا خباب كما أكتها أو شرعي أدوم هذا الخضاب يا الله ما أكتب سما خضاب التكليف إيو خضاب الوضع يوها مركو حيالها هذا أو وحيالها متلفات كالله ما نكوذي إيو ديدي إيو حيالها من خضاب الوضع كم ديهين ساسوا يا معنا عن ابن عمر وحال قبري رضي الله عنه ما قال وحذر ابن عمر عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سائبا لغي بمعنى عرلت عليه وان رسولك لابا لغي بلن يا رب ذنبا رسولك الله كيني جهادك إني كقب قلام بيؤدي أرسنيهم بالي معناها رسولك إبن لغي بمعنى وإفي ريي ذاتك الله صوبا لغي أن كمد أهل عرضني رسول الله أي عرلت عليه رسولك اللي بندقيوه يوم أحد ما لنت أحد في القتال الدقال بان اللي مصر بندقي جهاد كإنان كقب قبل وفي الفيرين عدلين يرادة مركة قفقوا أركوا إنو جهاد كأهل أيهين وكقب قلنا قفقوا أركوا جهاد كإنو سأهل أيهين وعلنا ياو مركة ويلش لصوم بندقيان كم ذهبوا ليه ما لنت أحد وصنت كسدحات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والحال أنا أنيجنا ابن 14 سنة أنا أفر يتوصن إنن كذي أنا ولما كان قارن مر فلم يجزني رسولك إيماء قولاني وإعليي إن كان رجياتك كقبل ما يقول وعرضني رسولك وإبن لغي بمعنى عرلت عليه رسولك لابن لغي يوم الخندق يوم حفر الخندق نفيس كاللقوذيدي سمالنت غزوة الأحزاب والغمة عابة غزوة الخندق والغمة عابة سنة كأفراد بيئة بل لابن لغي والحال أنا أنيقن ابن 15 سنة الآن كلك أحد إيو خندق هل سنة أدحي سيدة موغط شن يتوانجربا أهابو ليه عبد الله بن عمر مالنتي خندق فأجازني رسولك وإبد بي عليه الصلاة والسلام تاسمرك معنى هذا وحويا إلمها أنولي قانقارين إني سن مكلف إهين جهادك أن لقى قيب قلين إني نون لقى الربين صلاة دنا إني سن لازم كوهين إلا ولي ما قانقارين ماشا نصعنا ماشا ويانا يعني مكلف معها يعني مذهب كشافعي قصده أوقبه وحالقو قانقارا يا شن يتوان سنة لقو قانقارا بلوغ على موين كيسا قضب كاسا كمدا علامات البلوغ وحاكمدا شان يتوان سانا قفك إني أطام نقطو لب إلدي قوتو دونا بها أحالو إن مني ذا لقوقان قارا أيضا نواجب تا سغال سانا قفك هدو قارو طيب قال نافع النافع باوحو يري نافع ومولى ابن عمر فقدمت على عمر أيام أقلي عمر كو ابن عبد العزيز والحال هو عمر يومئذ ما لنتاس خليفة الغوية خليفك أهل غير كأها عادل كأها عمر بن عبد العزيز أهل الله كأها بالليبان لك يويرن أيام أقل يويرن فحدثته عمر بن أشيغي بهذا حديث كان أن أشيغي فقال عمر وحذير إن هذا بلوغا وشان إطوان صنعه لقار لحد ويحدك بين الصغير والكبير أها صغير كبير كحدك أولحى شان إطوان صنعه شان يتوان سنة قفك هدو قارو عرور نماذا واكبا حيقفو ينبون نقضيوه هدي شان يتوان سنة وليه سن قارين عرور واه او علت كالي اي سنجرين او كيني سئنو قان قاري او حيض اي سنجرين مثلا هدي قبر اي تاي اما مني او قفك مركا او قان قاري هدي سنجرين فكتب عمر وقري الى عماله بو اقري
عمر بن عبد العزيز واحد شقالياشي سانتيكاه ابو اخري او قبل هذا كتلينايين يعني عماشه قدومياشا لو جيدا اي اسيغا هوس ايمان ايان او قبل هذا كتلينايا ان يفرضوا اني قدران لمن اني اقدران منكو كان اهذي منك ابن 15 سنة اهذي شن يتوانجر قفكي اهذي اني وحو قدران اما مشر لسينا يا هنقضو يعني رجا واوين كاملين تا سيدا لولا تعامل يا لولا تعامل يا دتك مشر بالسينا يا حلقا برواقا شرتي كل كاني وحو قون ديان وقدران قفكي شن يتوان سنة قاري يجعلوا عليه ما على الرجال الكاملين ابو كوفي سيري اني مركز دشي سيالان في جاش كاملين تدش هذا وحي ليالاي وحي ايجا لوغا بعضو اسجن وكمدي اي وحي ايجا قادنا اي انه وكمدي اي وقادنا اي اساسو ومن كان قفكي اهل دون ذلك كا كسوكي شن يتوان سنة دوسان قارين فاجعلوه منكس في العيال عيال كيالاو وحدد كواوين لقرب لقمرب اسجن عيال كسو كمدي وحي عيالك قادنا يا نوا قادنا يا ساس واي معنا رباه الحديث كالخمسة الشمتة أيا ورسيوة عن صبرة وحال القبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوحي مروا أمر السبي السبيقة بالصلاة صلاة أمر السبيقة صلاة أمر أمر كاسمرك وأمر واجب والد كأي واجب كتاي ولد كأنه صلاة أمر هذا ولد كخضاب كفهم أيوه او مميز هو يعني معنى اذا بلغ السبيق 7 سنين هدو قارو 7 سنة واذا بلغ السبيق 10 سنين هدو قارنه فضربوه قراع السبيق عليها صلاة قراع ومن باب التربية ضرب تأديب بلا قراع لفل مجبين دبي عدي سنة ضرب دبي عدي سحمين لفك جبين ما وجهنا ولقى فقان kolka waxa weeyaan sabiga oo mumayiska cibaadadiisa waa saxiix waana laga sabaabeynaa waliba yeesanba ku waajibine waa anagay soo sheegney qalamu thawaab laga ma koriyeelin tayib waako salaada laakiin wajubkeeda aqli baa loo shardina buluugna waa loo shardina balse sabiga waa la amrayaa inuu marka la qabsado uu ka caadayeesho uu barto sidaas aa loo amrayaa zaada صبر وحو زيادية في رباية باوحو زيادية وفرقوا كالاقية بينهم لحدوضة في المضاجع كالاقية مكانو جيف ها قبشة ايو قلول كان كالاقية قبدها ايو ويلشة مركا يدع دا سو قارا اخلاق دي بالا برايا او اسنحقالك قبدها ايو ويلشة اني سنصحيهن بالا برايا قولي قالوا برايا قبدها اني يشان ميل قارا ويلشنا ميل قارا اني يشان أخلاق ذو السيئة سنوف السادنية تباه حديث كأبو داود أيا وريي وأحمد أحمد نوا وريي والترمذي الترمذي حديث كوا وريي سنة صحيحة أين كوريين الطهارة هذا مبحث هاو طهارة ذا كان ومكان بربري دي ديوا كل كشروط أو صلاة الصحة إذا الله شردنا أيورا وامركا إنو هدانا وحكتة المام وحاكم إذا طهارة أيا كم إذا oo qofka jirkiisa dharkiisa meesha uu ku dukanaayo intuba waxyaalaha najaasaadka inay daahir ka ahaadaan sidaas oo kale xadathna inuu asiga daahir ka ahaado ama han naqdo xadathul asghar ama han naqdo xadathul akbar oo quwais haduu ku waajibay inuu quwaysto weysa haday ku waajibtayna inuu weysa qaato haddii qofka janaabo uu qabo janaabada waa xadath هدي ويسلعان ويهين ويسلعان تو حدث حدث كاس إنه كظاهر أهذا الحوا نجاسات كنا إنه كظاهر أهذا طهارة أسمرك وشرط كمدة صلاة الشروط ذي ذا وشروط ذا والصحة صلاة الله شرطنا هي شرط كمدة هوا شرط أسمرك أو كتب تفقيها أتقو أركتين الدليل دي سورة وإنه هل كان كجاه عن ابن عمر وحال جبري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحبيه لا يقبل الله إلهي أقبل مايو صلاة صلاة أقبل مايو بغير ظهور ظهار لأن ظهار لأن صلاة إلهي أقبل مايو بدن كان
labada xadath inuu ka daahir noqdo, najaasana inuu ka daahir noqdo, libaaskana sidaas oo kale najaaso inuu ka daahir noqdo, makaankana sidaas oo kale najaaso inuu ka daahir noqdo. Haddii kale ilaahay salaada ma aqbalaayo, ma aqbalaayo macnaheeda ma ansixaysaa laga wadaa, walaa sadaqatanna ilaahay ma aqbalaayo sadaqadoo min quluulin xaaraam xaggii ka ahaatay wa xoolo marka oo xaaraam ah sadaqadoodana ilaahay ma aqbalaayo. Ina allaha tacaalaa tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban waay, ilaahay waa alla tayib oo wanaagsan, mana aqbalo ilaa wax tayib oo wanaagsan maahane. waxyaalaha marka ay sameynayaan qaarkood sida kuwa heesa oo fanaaniinto kale, heeso intay qaadaan oo meesha heesta ku qaadeen ama ay shawga ku dhigeen dhaqaalihii ka soo galay, baa waxay leeyihiin waan sadaqaynaynaa, masaakiin baan siinaynaa iyo kada iya, xoolahaas ogolayba xaaraam ahaye, sadaqadaasna sadaqa ansixaysa maaha, cisbitaalaan wax siinaynaa iyo waxyaala ceenkaas oo kale, waana dhaqan ay gaalada uga dayanayaan markay marka aflaan iyo ay wax sameeyaan, dhaqaalihii halkaa ka soo galay leeyihiin gaaladu waan sadaqaynaynaa oo kale. wuxuu marka marba hadday xaaraam ay ka soo jeedaan sadaqadoodana ilaahay ma aqbalaayo subxaanahu wa tacaala. rawaahu xadiidka alqamsatu shanti ayaa warisay ila albukhaariya bukhaari maahane. can caliyan waxaa laga wariyay radiallahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala, nabiga wuxuu yidhi miftaaxu salaati salaada furaheeda atuhuru tahaarawa. haa, haddii marka dahaare aysan jirinba salaadda wayba kaa xiran tahayba, maxaa yeelay guri oo xiran lama geli karo allaahuma in la furo maahane, sidaasoo kale salaadda lama geli karo allaahuma tahaare in la helo maahane. macnaha saasuu u socdaa, miftaaxu salaati atuhuur bidammi bimacnaa tahaara laga wadaa, wa taxriimuhaa salaadda xarmashadeedana attakbiiru takbiir waaye, salaadda waxaa lagu xarmadaa oo lagu galaa takbiir, oo takbiirta markuu la yimaado qofka wixii markii hore xalaal u ahaabaa xaaraam ka naqanayo, saasaa takbiiratul ixraam loogu magacaabo. wa taxliiluhaa salaadda ka xalaal naqashadeedana attasliimu salaam naqsi waaye, waxaana salaadda looga baxaa salaam naqsiyaa looga baxaawa, assalaamu calaykum waraxmatullah baa looga baxaa. mar hadduu qofka salaama naqsado wixii xaaraam ka ahabaa haddana xalaal u naqanaa, saasaa taxliil loogu magacaabaya. eeg, yacnii salaadda intaadan gelin inaad hadashaa xalaal kuu ahaa, inaad wax cunto, inaad wax cabto, intaba xalaalay kuu ahaayeen, salaadda markaad gasho waxaasoo dhan xaaraam bay kaa naqanayaan. haddii aad salaam naqsiga la imaatidne wixii marka intaad salaadda ku jirtay xaaraam ka ahaa haddana dib bay xalaal kugu naqanayaan, saasaa marka salaam naqsigana taxliil looga cabirayaa, takbiirtane taxriim looga cabirayaa, waxbay kaa xarimaya takbiirta, salaam naqsigana waxbuu kuu xalilayaa. ayib, markii la tacriifinayana waa tii lagu tacriifinaya, aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri muqtatamatun bitasliimiyo. rabaahu xadiidka abuu daawuuda iyo watirmidiyu iyo walxaakimu ayaa wariyeen, wa saxaxa xaakimu xadiidka wuu saxiix yeelay. can asmaa waxaa laga wariyay radiallaahu canhu canhaa qaalad, waxay tidhi asmaa jaa'at imra'atun, naag ayaa timid ila nabiyi ayay u timid sala allahu calayhi wasalama, faqaalat imra'adii waxay tidhi ixdaanaa annaga middayni yusiibu waxaa asiibaayo thawbaha ixdada thoobkeed min dami lxayli, yacnii bacdu dami lxayli wa mintaa tabciidiya, xeelka dhiiggiisa qaarkiibaa asiibaayo annaga middayni maradeeda waxaa asiibaayo dhiigga xeelka, fa kayfa tasnacu maxay samaynaysaa ixdada bihi damka maxay ku samaynaysaa marka. qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam taxuthuhu damka way xoqi uma taqrusuhu damka way goynaysaa oo bilmaai biyay ku goynay oy ku jijabinay macnaha, uma tanlaxuhu way dhaqaysaa damkii, uma tusallii fiihi thoobka ayay ku dukanaysaa, yacnii dhiigga waa najaaso way iska dahiraysaa, macnaha saasuu u socdaa, dhiigga waa najaaso way iska dahiraysaa. ayib, rabaahu xadiidka alkhamsatu shanta ayaa warisay, marka maro oo najaaso leh salaadda kuma dukan karaysid wa. can abi saciidin alkhudriyi radiallahu canha canhu qaala wuxuu yidhi abu saciid baynamaa bayna awqaatin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii biasxaabihi asxaabtiisa uu dukinaayo,
إذ خلع رسولك أن عليه لبدي صدعس أيو سيبي دعس كود كان أي مركي هراء مشكلة ما له دعس كأن لقول دكتور هدي أي سن نجاسة لهن فوالله هاود جي نبي عليه الصلاة والسلام هما نعلينك عن يساري نك يسبره ويسكبي حياة نك بدحونا دقي مركي طيب فلما رأى ذلك القوم قوم كمركي سدى أركان القوم ويطورين أيجن نعالهم دعسية ضوري دعسية يسكب حيان صلاة جوده إلا نبي قاب يسكب حيابة فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته مركو جتي قال وحي لرسولك عليه الصلاة والسلام ما حملكم محائل كحم باري على إلقائكم تريدين نعالكم دعسكين أطورتين محاد دعسك سجت طورتين دعسية محاد سجت طورتين قالوا وحي رادين صح قومك رأيناك وانكو أرقني رسول الله وألقيت إنا تورتي وانكو أرقني إن عليك لبدا هذا الدعس ألقيت حال آت تورتي وانكو أرقني إن عليك لبدا هذا الدعس فألقينا نعالنا أنك ندعسي ضايني أيام تورني لأذن كوكو ضياني فقال وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام إلا ذو دعس كيساك توريب وشيك أياما إن جبريل عليه السلام أتاني جبريل وإيمت فأخبرني جبريل وإيشي أن فيهما نعلين كتحدو ذا قدرا إنو أهذي قرن أو أذن إنو أهذي قرن مرك قدر كأما أذها نجاسة والي رهبا وحيالا لقرن صلاة النجاسة هين شرعي أهان والساق إطلاقا ووصق ذا إيو ديف كإيا وحيالها عينكا سوكلا شرعي أهان نجاسة ما أهان لكن هذا نوا وحل قرن صنع يوه وحيالها سن مركا قدر كي أدها والسقا إضلاقا وقال مركا صاوحو يري ها رسولك عليه الصلاة جبريل با مركا إيش يغين علين كي إنو قدري أدا كسو غي أي ساسا نساق بحيي أنيقو وقال وحو يري رسولك عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم أحدكين إلى المسجد هدو يماد فلينظر أحدك هفيري دعس كيس فإن رأى فين عليه قدرا هدو كؤر كقرن أو أذن هدو كؤر كقرن فليمسحه فإسكم الصحو قدر كأما أذها وليصلي فيه ما أن علين كان هكو الدكتور ما إيش أسمرك النمبر بو نصاري وفي رواية ها فإن رأى فيها خبثا قيبتي هرئو إذ خلع أن عليه فوضعهما عن يساره ماشي أس نمبر بوصاري نمبر تضبو وحير فيه قول كان وحاكسوغا أن العمل القليل عرفا عمل كير وعادة أهان أير وصد حركو حريرتان قارس سنين لا يبدل عمل كاس الصلاة مبورين آي وارنتس إلا دعس كتنك بدحو لغايا ليري موقتا مدكالي هدي أذهاس أو شاقي أما قدر كأوشاق النجاسة وإليرا نجاسة وكسو دكتور صلاة قيبت هذا كلنا وإذا علم النجاسة في ملبوسه مصلقة نجاسة هذو ملبوسك سدحدي كؤغا لنا وجب نزعه وصحت صلاته بويري نجاسة أمرك ملبوسك سنو اسكبحيا واجبة صلاة سنة وأنصحي ساوك طيب تاس مركز سدا سوكيري قيبتان دم بمرك قيبتا سديداد ايك وفي رواية فإن رأى فيهما خبثا هدو كؤر ماشي هدى لقى عبري قدارا أو أذن رواية كالي خبثا بي عبري أذاها مرك وحالي إلى ذا المستقدر ولو طاهرا شيء قال قرون صناعي ولو ظاهر بها هذا ديف كيو كالي أذوى الاسغير هذا وصق ذو كالي أذوى الاسغير لكن والخبث ظاهر في النجاس ونجاس كعدية فإن رأى فيهما خبثا رباية ليس ونجاس مركا فليمسحوا آلي رهدا ها اسكم الصحو فدلك النعل بالأرض يظهره مما فيه ولو نجسا نعل غو أرلد الورغو دلك غاس نعل غو ظهرا وحي نعل غو كدح سغنبو كظهرا ولو نجاس بها أهاله إذا زال في رأي العين رطبا أو يابسا هدي مركا وحكسوغان إشا أركتدا إذا تحري وكزولو هدو يهي وحقويا أما وحقالا هذا الكاس مركا وبه قال
أوزاعي أوزاعي بسدايري وأبو ثور نسدا سويري والحنفية إيه وإسحاق وهو قال كاسن رباية للشافعي ورباية إمام الشافعي أوقبان سدا سيقبتا أو دعس قوحي سوغار ونجاسا عيد بإنه يطهيري سمعنا رباية للشافعي وأحمد لكن والمشهور عنهما شافعي إيه أحمد أك حق وذو حامشور كا إيه وعن مالك إمبا أن الدلك لا يطهر رطبا ولا يابسا رويتانكا أو أرلاد اللغو الرغو ما طهيرين أيو نجاسة قويان إيو ميدا قال لنبا ساسا أحمد إيو شافعي مشهور كا إيو مالك با أكثر نوحي إرادين وقال الأكثر دول بذن نوحي إرادين إنه يظهر يابسا لا رطبا ولك لقادة نجاسة إني قال لنتهي إني قويانتهي هذا قال لنتهي أرلاد الظهيري سهدي قويانتهي لكن مايا قارن ساس إليه مركوا مسألة خلافية وليصلي فيهما أن عليك تحدو ذنها كدكتو رباه الحديث أبو داود وأحمد والحاكم وحير بسند صالح أيقو ريي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قوله إذا أحدث أحدكم هدو حدث في صلاته وحدث مثلا سنقر باقرعي صلاة قوله سنك ساتي كي فليأخذ بأنفه سنك سنقبطه ها ثم لينصرف حق الدون صلاة حق الصباح معايا لصلاة ويبوريسا واكو هدو صنقر هذا حديث صنقر كنقو ما حدو حدث بالس كما تاسو مركي كجبابا يا تقرير إذا أحدث أحدكم في صلاتي هدو كحدثوا حدث كنوع والبهاء هذا أما مثلا حن إرادي ويسدي يا كجب وحيالها ويسدي كجب يسوى لقرانايا هدي ويسدي كجب أما سنكي سديكا كي ماذا أما ريحا كي ماذا أما صدا صوكالي أحدكين صلاة قده إذا هدو كحدثوا فليأخذ بأنفه سنكي سهاقا بصلاة ولو سنقرب يسنغنن وحاكونا عيا سيغا دادكو موتسينا يا إنو سنقريوا يا معا إنو سنكي سدي كي يمدو دادك موتسينا يا ثم اللي ينصرف كده إنها تقدروا هديك لو حوا عرضي قيسا إني كنا عاما لديدا يا حاكونا عي إمام كو صلاة وغرب حيوك يا ما ملوصا كفاك طيب سي حالتك لا قبصتي إني دادك كو مشغولان با لديدا يا مركا وحو موتسينا إنو سنقريوك ساسو ليه واكو رباه حديثك وحا وريي أبو داود أيا وريي وابن ماجه ابن ماجه نو وريي أحاديث تانو دان مركا وحي تصنايا طهارة إني شرط تهي صلاة الصحة إذن إني شرط أطر من أولها إلى آخرها هدي مركا طهارة لو هي صلاة قدهد صلاة سمركا إبر بين غاني ساو طهارة مركا وشرط يوم صلاة أنت أن لقلين بعلى ربع الظهارة إني حاضر نقطوي جوكتو إلى صلاة لقب حنة ظهارة إني سيجوكتا على ربع شرط لشأنك يساوى صدى صلاة استقبال القبلة وبالله توفيق